الإعلان عن 18 مليار دولار كمساعدات من الخليج لليمن، ما طبيعة هذه المساعدات المقدمة باسم اليمنيين؟ وإذا كانت حقيقية فلماذا لا يزال الناس يموتون جوعا؟ أهلا بكم. لا يهدى العالم في تصريحاته وأحاديثه عن أسوأ كارثة إنسانية تضرب بلدا إذ تقتل اليمنيين، لكن واقع حال هؤلاء اليمنيين يقول إن التصريحات لا تشبع جائعا، والأرقام المعلنة في خطط المساعدات والتصريحات تذهب مع رياح الإعلام. 18 مليار دولار خلال 3 أعوام، هذا الرقم الذي صرح به أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني. الرقم بهذا الشكل أثار تساؤلات كثيرة حول حقيقته ومصير المساعدات التي تصل إلى اليمنيين، إذ أن ما يلحظه اليمنيون أكثر من أي شيء آخر هو دعم التحالف لتشكيلات أمنية وعسكرية خارج إطار السلطة الشرعية. فهل هذا هو الشكل الذي تقدم به المساعدات؟ في هذا السياق نقلت الأخبار القادمة من شبوة قبل أيام أن قوات النخبة المدعومة من الإمارات هناك احتجزت مساعدات كويتية مقدمة لليمنيين، لتتشابه في هذا الفعل مع ميليشيات الحوثي التي كانت ولا زالت تستخدم المساعدات كوقود في الحرب على اليمنيين. يتحدث الخليجيون عن مليارات الدولارات التي أنفقت على اليمنيين، كان آخرها تصريحا لأمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني، الذي قال إن دول المجلس قدمت ما مجموعه 18 مليار دولار أمريكي لليمن خلال 3 سنوات. فقد قدمت خلال 3 سنوات ما مجموعه 18 مليار دولار لدعم الشعب اليمني. غير أن الصورة القادمة من داخل اليمن تقول غير ذلك، فهذه الأرقام تبدو غير مقنعة ولا واقعية أمام بلد يواجه نصف سكانه خطر المجاعة. اليمن الذي يصنف أنه يشهد مجاعة هي الأقصى والأكثر فداحة في العالم دفع الكثيرين للتشكيك حول مصير المساعدات والأموال المقدمة لليمن. ثمة من يقول إن هذه الأرقام غير حقيقية وما يقدم منها يذهب معظمه لإنشاء جيوش موازية وتقويض السلطة الشرعية وشراء بعض الذمم والولاءات. الانتقادات أيضاً تقول إن ما يصل من أموال معظمها يذهب لمن هم في الرياض، وأن أكثر من 80% من السكان اليمنيين لا تصلهم الإغاثة. فاليمنيون بحاجة لما دون النصف من هذه المبالغ المعلنة لتجاوز محنتهم كما يقول مراقبون. الاتهامات موجهة لدولة الإمارات بعرقلة المساعدات الإغاثية التي تصل إلى اليمنيين عبر الموانئ والمنافذ المحررة، إذ قامت قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات في شبوة باحتجاز مساعدات كويتية لتحول دون وصولها إلى المحتاجين في المناطق المحررة. وقبل ذلك منعت الإمارات معونات تركية من دخولها البلاد واحتجزتها في ميناء المعلى بعدن. مؤخراً أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليون يورو لدعم النازحين في اليمن، يأمل اليمنيون أن تصل إلى هذه الشريحة المسحوقة في البلاد. يقول اليمنيون إن إثبات حسن النوايا يبدأ بتفعيل الموانئ والسماح بدخول المساعدات. الأزمة الإنسانية في اليمن دفعت مؤخراً بريطانيا إلى تعزيز ودعم جهود المبعوث الأممي عبر مساعٍ لحمل مجلس الأمن الدولي على التحرك بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن، غير أن واشنطن أبلغت المجلس أنه ينبغي تأجيل مشروع القرار البريطاني حتى موعد محادثات السلام المقبلة والمقرر انعقادها في السويد. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من عدن منسق اللجنة العليا للإغاثة سيد جمال بالفقيه، وكذا بالضيوف الآخرين الذين سينضمون إلينا تباعا. أبدأ معك أستاذ جمال بالتساؤل حول أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني تحدث عن 18 مليار دولار قدمت لليمنيين خلال 3 سنوات، أين ذهبت هذه المبالغ برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نحييك ونحيي مشاهدينا الكرام.
طبعا المساعدات الخليجية، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بذلت الكثير من أجل الشعب اليمني من الوهلة الأولى من قيام الحرب. طبعا المساعدات الإنسانية اللي وصلت في اليمن بشكل كبير، بداية ب 243 74 مليون دولار بداية الحرب، وكذلك عملية المساعدات وصلت عن طريق دعم نقل العالقين في كثير من المحطات الموجودة في الدول العربية وعودتها إلى أرض الوطن، إلى جانب ضيافة كثير من اليمنيين داخل المملكة العربية السعودية طول الفترة الماضية، ومعالجة ونقل الجرحى وعلاجهم، سواء كان في البداية في داخل الأردن وثم بعد كذلك إلى السودان. طبعا إلى جانب دعم البنك المركزي بمليار دولار يعني في 2015، إلى جانب 2 مليار دولار الأخير لدعم العملة الاقتصاد ودعم العملة، و200 مليون دولار من خلال دعم الفتح الاعتمادات الأخيرة لدعم السلع الرئيسية. طبعا التحالف العربي قدم الكثير لكن قد تكون المشكلة الأساسية نحن في اللجنة العليا للإغاثة كلجنة تنسيقية، يعني يفتقدوا نحن لا تكون عندنا وحدة معلومات لرصد كل المبالغ هذه ومعرفة ما يتم دخولها داخل اليمن، بحيث أن تكون نقدر أن نحصيها الإحصائيات بشكل صحيح. لكن عندما نشوف الجهود أمامنا من التحالف العربي ما تقدمه، سواء كان في عادة البناء، سواء كان عادة الإعمار وفتح الطرقات ودعم الديزل آخر الفترة الأخيرة، دعم الديزل بحوالي 60 مليون دولار شهريا، يعني حوالي 720 مليون دولار خلال السنة. فهذه المبالغ كلها اللي توزعت ولو جمعت فربما توصل المبالغ للمبلغ الذي طرح له بطريقه او باخرى. طيب دعنا نشرك معنا في هذا الحوار استاذ جمال الناشط في مجال مكافحه الفساد الاستاذ عبد الواحد العوبي الذي ينضم لنا عبر السكايب من ماليزيا. اهلا بك استاذ عبد الواحد. يعني يتحدث الاستاذ جمال حول ان هناك مبالغ تصرف، منها مليار دولار كانت كوديعة. المبلغ المعلن من قبل عبد اللطيف الزياني كان 18 مليار دولار، يعني هو تحدث إذا جمعت كل هذه المبالغ يمكن الوصول إلى هذا الرقم. ومن يرى جهود التحالف في المحافظات المحررة في اليمن عموما يجد أثرا ملموسا لهذه المساعدات. كيف ترى واقع عملية المساعدات التي تعلن باسم اليمن، وأين تذهب بحسب رصدك؟ والله المبالغ اللي ذكرها الأستاذ جمال كلها على بعضها لو جمعتها إعادة عالقين ومساعدات إغاثية مستعجلة وما إلى ذلك من القائمة اللي ذكرها الأستاذ جمال ما توصلش حتى 5 مليار دولار في أسوأ أو في أقصى الحالات. المساعدات اللي ذكرها الزياني هي عبارة عن 13 مليار دولار كان ذكرها عادل الجبير في سبتمبر الماضي، زائد حوالي 4 مليار دولار ذكرتها ريم الهاشمي في نهاية أبريل الماضي، نهاية أكتوبر الماضي كذلك، وفي مليار دولار أخرى من بقية دول التعاون الخليجي، وفي كمان عندك 320 مليون دولار قدمها الاتحاد الأوروبي خلال الثلاث سنوات من 2015 إلى 2018، وفي برنامج الغذاء العالمي خصص حوالي 3 مليار دولار، 289 مليار دولار خلال 2017 و 320 للعامين 2016 و 2015. برنامج الأمم المتحدة عنده 300 مليون دولار مقدمة للبنك الدولي للأعوام من 2016 حتى 2018 بخلاف بقية المانحين. كذلك الأوتشا عندها حوالي 2 مليار بوينت 32 دولار مقدمة من السعودية والإمارات والكويت وأمريكا وبريطانيا. اللي ما ذكروش الأستاذ جمال إنه في حوالي 5 مليار دولار و300 مليون تقريبا صرفتها أو رصدتها بعض الجهات التابعة لمركز الملك سلمان، تم صرفها من قبل الحكومة اليمنية في الرياض على مسؤوليها في الخارج، ولم يتم ذكر بقية المبالغ التي صرفت خارج الإطار المخصص أو الأهداف التي خصصت لها هذه المساعدات، لأن هذه المساعدات من الأساس هي
خصصت للإغاثة وللاستجابة العاجلة وللدعم الصحي والمساعدة في استعادة بعض أنشطة التعليم. فإحنا لو أخذنا نظرة كذا سريعة على 18 مليار خلال 3 سنوات، كانت هذه المبالغ لو فعلا دخلت الميزانية العامة النقدية لنقل الدورة النقدية للحكومة اليمينية، كان على الأقل الريال اليميني لن ينهار الانهيار اللي حصل فيه الآن. طيب إذن لكن يعني هذا كله هو يدفعنا إلى ذكر التساؤل بشكل واضح، وأنقل هذا التساؤل للأستاذ جمال. ما هو دور اللجنة العليا للإغاثة؟ هل هو دور رقابي؟ هل هو دور تنسيقي فقط؟ ما هو حجم الأموال المخصصة للإغاثة، أموال المساعدات الذي يمر عبر اللجنة العليا للإغاثة بالضبط، حتى يعني تكون نسبة ما يصل لليمنيين، نتحدث عن أفراد الشعب هنا، أكبر مما يحدث الآن؟ طبعا اللجنة العليا للإغاثة وهو دورها فقط هو دور تنسيقي لا غير، لا توصل إلينا أموال ولا توصل إلينا إغاثات عن طريق اللجنة العليا للإغاثة. نحن فقط نحن نحاول قدر المستطاع من خلال المانحين إن احنا من خلالهم نرفع لهم ما تحتاجه المواطنين، من سواء كان من عمل إنساني أو مشاريع إغاثية أو مشاريع في البنية التحتية، وكذلك من خلال ننسق معهم بالعمل للسلطات المحلية من أجل تنفيذ هذه المشاريع. نحن كاتجاهات تنسيقية فقط، لا لنا دور في عملية الأخذ الإغاثة أو إرسال الإغاثة لأي مكان. طيب في هذا السياق، ألا يعني تتم عملية مراقبة الأموال التي تصل عبر هذا التنسيق، الأموال التي تذهب، هل هناك دور للجنة في هذا السياق؟ لأن هناك مسمى كبير، اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، والاحتياج الإنساني كبير وواسع في المحافظات سواء المحررة أو غير المحررة، لكن مدى الأرقام التي تقدمها اللجنة العليا للإغاثة أستاذ جمال غير واضح، يعني حتى ليس هناك موقع إلكتروني هذه اللجنة حتى يدخل الناس ويتابعوا ويكون هناك نوع من الشفافية تجاه مسألة حساسة بالنسبة لليمنيين. هو كلامك هو صحيح، لكن هي دور اللجنة العليا للإغاثة أول هي لا يعطيها الصلاحيات الكاملة ولا يوجد لها، يعني أنا كلمتك في بداية الحديث، يعني يفترض أن يكون فيها وحدة معلومات متكاملة ومراقبة ومتابعة وتقييم العمل الإنساني والإغاثي. ونحن شكلنا في بداية اللجنة العليا للإغاثة في جميع المحافظات برئاسة كل محافظ في عملية الرقابة والتقييم، لكن لضعف الأموال وضعف عدم وجود الكوادر الكثيرة بشكل كبير هذا عرقل علينا دورنا بشكل كبير. لكن طيب ما الذي نتمنى يمنع في المرحلة يعني إيجاد القادمة مثلا وحدة معلومات؟ ما الذي يمنع يعني تفعيل مسألة عرض جهود هذه اللجنة العليا للإغاثة، سواء ما يصل إليها أو ما تقوم به أمام العامة، حتى على الأقل تخرج من طائلة المسؤولية أمام الناس في هذا الوقت الحرج؟ طبعا هي ضعف امكانيات وعدم الانتباه بشكل مباشر بان احنا نقوم بعمل بشكل اكبر بصلاحيات اكبر. نحن عندنا جزره، فوجود وزاره التخطيط هي تقوم بالاعمال بشكل كبير، هي تستقطب المنظمات وهي تقوم بالترتيب معاهم، ودور السلطات المحليه في كل محافظه في عمليه المراقبه والمتابعه للرقابه بحكم انها كلها سلطات محليه وعندهم امكانيات اكبر. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ جمال. أرحب بمن ينضم إلينا عبر الهاتف، الباحث في القانون أستاذ فؤاد عامر. أستاذ فؤاد، يعني الحديث عن حديث الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي حول 18 مليار دولار كمساعدات لليمنيين خلال 3 أعوام، دوما ما يفتح مجال للتساؤل حول أين تذهب هذه الأموال. من وجهة نظر يعني قانونية، كيف يبرر خروج مثل هكذا مبلغ من هذه الدول إلى اليمن؟ يعني ما هي الآلية القانونية المتبعة عادة في هكذا مسائل؟ نعم، مرحبا بك ضيوفك. هو في الواقع يجب أن نأخذ هذا التصريح الأخير للزياني في السياق الحالي، يعني السياسي الذي تمر به الأزمة اليمنية، وأيضا المملكة العربية السعودية والتحالف في سياق حربي في اليمن. يعني الزياني ومن قبله مسؤولين خارجيين يحاولون في هذه الايام انتصاص النقابات الدوليه
بسبب تعاظم النقد بشكل كبير على الدولة السعودية وعلى التحالف بخصوص حربها في اليمن، خصوصا بعد أزمة خاشقجي. وهذا طبعا الأمر لم يعد سرا، لذلك تحاول أن تقوم بامتصاص هذه الانتقادات الدولية. الآن مثلا وأنا أتكلم معكم أمامي مثلا بعض الروابط لبعض الصحف، وهي مثلا تشير إلى هذه المسألة. مثلا الجارديان البريطاني أشارت قبل أسبوعين أن المملكة العربية السعودية اشترطت الترويج للأنشطة الإنسانية في منابر دولية، مثل واشنطن بوست، نيويورك تايمز، حملات علاقات عامة في داخل في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي العواصم الغربية، اشترطت على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن أن تقوم بالترويج للسعودية في هذه في عواصم القرار الغربي. قبل ذلك أيضا لوموند الفرنسية في يوليو أشارت إلى أن مؤتمر باريس للاستجابة الإنسانية في اليمن أشارت إلى أن هذا المؤتمر أصلا هو كان حصير التنسيق بين باريس والسعودية لتخفيف حدة الانتقادات المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن، والتي لها فروع كبيرة في باريس وواشنطن ولندن وبرلين، ضد المؤسسات الحكومية في العالم الغربي. فهي كانت نوع من تخفيف، هو يعني سياق مؤتمر باريس كان في إطار الترويج للمملكة العربية السعودية. قبل ذلك أيضا الفاينانشال تايمز أشارت إلى أن السعودية بذلت الكثير من الأموال في واشنطن من أجل تحسين صورة السعودية وأعمالها الإنسانية في اليمن. العالم كله الآن يحمل السعودية ودول التحالف المسؤولية الأخلاقية والقانونية أيضا إذا حالة تدهور الحالة الإنسانية في اليمن. قد لا تكون السعودية أو الدول التحالف مسؤولة عن هذا بشكل مباشر يعني أو بشكل متعمد، لكن سوء إدارة الملف الإنساني والإغاثي في اليمن من قبل دول التحالف ومن وراها الحكومة الشرعية هو الذي جعل يعني تعاظم هذا النقد الغربي، وبالتالي الخروج بتصريحات على غرار ما رأيناه الآن من قبل الزياني، أو حتى مثلا الجبير قبل أسابيع تقريبا هو خرج يصرح كما أشار الأستاذ عبد الواحد إلى أنه خرج يصرح بأنه 13 مليار، وأن السعودية في الأخير يعني هي تستضيف أكثر من مليون يمني كلاجئين، مع العلم أن السعودية يعني ليست موقعة على اتفاقية اللاجئين، واليمنيين اللي هناك لا يحملون صفة اللاجئ أصلا، قانونا لا يوجد صفة لاجئ، يعني لا تعترف السعودية بهذه وليست موقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وهم يعملون بجهودهم الذاتية ويعتبرون مقترين ولا يدخلون في تصنيف اللاجئ. إذن هذا هو السياق الذي تأتي فيه عملية الدعم. طيب في هذا السياق عندما نتعامل على مستوى التصريحات هذه، هل يحق لجهة ما أن تتعامل يعني كما تبين الأرقام المعلنة على الأقل، ما يصل في الجانب الإغاثي لليمنيين هو أقل نسبة من هذه المبالغ كلها عند الحديث عن 18 مليار دولار، هل يحق الحديث يعني وضع المساعدات في المجال العسكري، أو وضع يعني الحديث عن تكلفة التحالف ومخصصات الحكومة مثلا وضعها كجانب المساعدات الإنسانية لليمنيين، هل يمكن وضعها في تحت هذا البند؟ هو في الحقيقة ليس التصريح لم يأتي على ذكر مسألة إنه 18 مليار كانت تكلفة الحرب، لأن هناك التقارير الدولية تقول أن السعودية في الأربع سنوات الماضية قاربت يعني رقمها تكلفة الحرب العسكرية في داخل اليمن، كلفت المملكة العربية السعودية ودول الخليج ما يقارب 100 مليار دولار، يعني بما يعادل 2 مليار دولار شهريا يعني تقريبا كنسبة تقريبية. لكن هي التصريح هذا بخصوص 18 مليار هو ينصرف على أساس المساعدات للحكومة اليمنية وللعمليات الإغاثية والإنسانية، لكن أيضا حتى الرقم هذا أنا أعتقد أشكك في هذا الرقم لسبب بسيط جدا، وهو أنه حجم التدفقات 18 مليار إذا دخلت في إطار الدورة النقدية في السوق اليمني لن يبقى السعر، لن يحصل هذا التدهور الكبير للعملة اليمنية ووصوله مثلا إلى حدود 700 و800 ريال. يعني قبل ذلك عندما كان هناك 5 مليار دولار في البنك المركزي كان السعر لم يتعدى 300 ريال وبقى ثابتا في حدود 150 او 170 180. فاذا التدفقات هذه كانت حقيقيه ووجدت في السوق اليمني سيكون هناك وفره نقديه من العملات الصعبه تدفق، حتى وان كانت تذهب باطر غير رسميه، حتى ان ذهبت الى
الى شراء وراءات، لكن في الاخير هي تبقى تدفقات نقديه، عمله صعبه موجوده في الداخل اليمني، وبالتالي سيكون هناك نوع من التوازن للعمله يعني. اذا هناك مؤشرات تنقض هذا هذا الرقم، فاذا كان صحيحا الوضع على الارض هو يثبت العكس من ذلك تماما. كذلك ايضا هذه عمليه الترويج كلها هي تنمحي حقيقه يعني في الغرب، هي كلها بتنمحي بمجرد ان تظهر صوره جاع يموت يعني. في الاخير لن تنفع شركات الدعايه. نحن في الاخير نشكر دول التحالف السعوديه يعني، حتى لا نكون من النوع الذي يبخس الاخرين ما يقومون به، لكن في الاخير في الواقع هناك اكثر مما هو مطلوب من دول التحالف من مساله ان تدعم فقط، ان يكون فقط دور السعوديه مقتصر على فكره الدعم الانساني. السعوديه ليست جمعيه صليب احمر وليست مؤسسه تغذيه وليست جمعيه خيريه. دول التحالف يجب ان تفهم ان تدخلها في الاساس هو تدخل سياسي عسكري في اليمن لاجل اعاده القرار السياسي والاقتصادي لليمنيين، ليس فقط يعني نحن لسنا في هايتي، السعوديه تتدخل اغاثيا، دول الخليج في هايتي، في اي مكان تحصل في اندونيسيا تدخل اغاثيا، لكن في اليمن المطلوب منه هو اكثر مما ذلك. في اليمن مطلوب منها اعاده القرار الاقتصادي للحكومه اليمنيه، القرار السياسي، تمكينها من الارض، استئناف الدوره الاقتصاديه لليمن، توحيد كل الاوعيه الايراديه من جميع المناطق من مأرب الى حضرموت الى البنك المركزي، ان تكون هناك سياسه نقديه واحده، ان تكون هناك سياسه ماليه واحده، وعاء مالي واحد للحكومه اليمنيه، استئناف النشاط الاقتصادي، استئناف التصدير، يعني مثلا وربما كما يقول كثير ان انهاء يعني وضع الانقلاب والحرب في اليمن سيكون اكبر مساعده للشعب اليمني. اشكرك استاذ فؤاد عامر الباحث في القانون، كنت معنا عبر الهاتف من فرنسا. بالعودة إليك، قبل العودة للأستاذ جمال، أعود إليك أستاذ عبد الواحد العوبلي. يعني سياق الحديث عن هذه المبالغ كلها يضع في البال مسألة الفساد، أين تذهب هذه الأموال ومن يستفيد منها بشكل واضح؟ هل يعني النسبة مقبولة تبعا لما يتبع في دول أخرى، نسبة من يقوم بتشغيل المنظمات الإغاثية في اليمن و دوران هذه العملية وما يسمى باقتصاد المنظمات إن صح التعبير، ونسبة الوصول وما تبقى للمستهدفين بالفعل، هل هذه النسبة مقبولة أو تكاد تصل إلى النسبة المتبعة عادة في هكذا نوع من أنشطة العمل؟ هو قبل ما ننتقل ونحاول نجاوب على سؤالك، إحنا عندنا موضوع الـ 18 مليار دولار اللي ذكرها الزياني. مفترض انه احنا عند دول الخليج، عند السعوديه، عند الامارات، كل الدول المانحه عندهم اجهزه قامت باصدار تقارير تفصيليه عن مصير هذه المبالغ. فاحنا بكل بساطه نقدر نطلب منهم ويا ليت يوضحوا لنا فين هذه الفلوس راحت وعلى اي بنود صرفت، لانه الطبيعي والظاهر امامنا انه المساعدات القادمه الى اليمن من السعوديه على سبيل المثال كانت كلها عبر مركز الملك سلمان للإغاثة. بس لما تجي تراجع أرقام مركز الملك سلمان للإغاثة بتجد أنه المبالغ التي خرجت من حوالي 1,659,000,000 دولار فقط خلال الفترة ما بين مايو 2015 وحتى أكتوبر. 1,659,000,000 دولار خلال الفترة ما بين مايو 2015 وحتى أكتوبر 2018. واليمن على فكره واحده من 37 دوله بيستفيدوا من مساعدات مركز اليمن، مركز الملك سلمان. فاين التقارير توضح مصير هذه ال 13 مليار بالنسبه للسعوديه وال 4 مليار اللي هي قادمه من الاماراتيين حسب زعمهم. في الجانب الحكومي عشان نجاوب على سؤالك، الطبيعي الطبيعي وحسب الهيكليه المؤسسيه للحكومه اليمنيه انه وزاره التخطيط والتعاون الدولي هي المسؤوله عن ملف المساعدات والمنح القادمه من المؤسسات الدوليه. لكن اللي حصل انه اصبح في تنافس واصبح في صراعات، هي اغلب ممكن نوصفها انها حزبيه اكثر من اي شيء اخر. يعني كانت وزاره التخطيط بقياده السعدي
مسكوا جزء من المساعدات ووزعوها على شركائهم في الداخل او منظماتهم الخاصه بهم التابعه للتجمع العلمي للاصلاح، وعندك تم انشاء كيان رديف المفترض انه يكون مساعد او متعاون او منسق، لكن هو اصبح كيان منافس للاستحواذ على جزء من هذه المساعدات والعمل عبر جهات خاصه بالاخوان الناصريين والمنظمات التابعه لهم. في ما بين هذا الصراع الحزبي المواطن ضاع في الوسط. طيب انتقل اليك استاذ جمال، دعنا نفهم طبيعه عمل اللجنه العليا للاغاثه، مع من تنسق في الداخل؟ من هي الجهات التي تنسق بها؟ من ابرز المنظمات التي تثق بها اللجنه العليا للاغاثه بالداخل اليمني بالتحديد؟ طبعا اللجنه العليا للاغاثه وطبيعه قرار انشائها هي دورها الوحيد هو عمل تنسيقي فقط. طبعا تقام اللجنة العليا للإغاثة في عملية عندما يتم يعني اجتماع كل أول شهر في مقر مركز الملك سلمان لعدة جهات، لأنها مكونة من عدة وزراء. فعندما يأتي المجال الصحي يتم بالتنسيق مع وزير الصحة وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة في العاصمة الاقتصادية عدن، ومن خلالهم يتم التنسيق وتوزيع المساعدات الطبية من خلالهم، وكذلك وزارة التربية والتعليم، وبقية المنظمات هي تمر عبر التخطيط. نحن في اللجنة العليا للإغاثة فقط نحن إذا كعملية تنسيق فقط عندما يتم التنسيق وطلب مننا أن ننسق ببعض الأمور لإيصال المساعدات عن طريق بعض أو حضور بعض التدشينات وبعض المناطق اللي يطلبوها مننا، نقوم نحن نشير يعني سواء كان حسب نداءات الاستغاثه اللي تصل لنا، سواء كان وصلت من النازحين او وصلت بعض المناطق، نوصلها نحن للجنه العليا في اللي هي مكونه من عده الوزراء، وخلال رئيس اللجنه العليا للاغاثه هو بيبلغ في الاجتماعات الشهريه بما تحتاجه الجهات المعنية من إغاثة، سواء كان إغاثة أو غير من بعض المشاريع. نحن عن المنظمات نحن لا تكون عندنا إغاثة حتى تكون لنا تكون لنا شركاء، إذا طلبت لنا نجيب لنا شركاء. طبعا هي الإغاثة تمر على أربع جهات، وهو مركز الملك سلمان، الإمارات العربية المتحدة، الهيئة الكويتية، كذلك المنظمات الدولية. فكل هؤلاء الجهات هؤلاء هم الشركاء الخارجيون التوزيع مركز هؤلاء من تنسقون معهم في الخارج. المركز سلمان عنده شركاء محليين، مركز الملك سلمان عنده شركاء محليين يقوم بالتوزيع بعملية الإغاثة بإيصالها لحدث معها. إلى جانب المنظمات الدولية عندهم شركاء سواء كان من المنظمات الغربية أو منظمات محلية، هم بيوزعونها. نحن نطالب منهم أن التنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، لكن في بعض كثير من الأحيان ما يكون في التنسيق معنا، إنما نحن بالنسبة لنا إذا طلب مننا التنسيق تنسق. يعني في الحين نحن يعني عملنا فني بشكل أساسي. الإمارات العربية المتحدة مشكورة، هي تقوم بجهد كبير غير عادي بتوزيع الإغاثات عبر فرقها الخاصين بوصول إلى جميع المناطق اللي نرادها، ونحن نشكرهم بما يقومون سواء كان مركز سلمان أو الهلال الأحمر الإماراتي بالأعمال الكبيرة اللي يقومون بعملها بإيصال المساعدات. وفعلا يعني في المناطق المحررة من خلال المساعدات توصل لا توجد يعني مقاعد داخل المناطق المحررة بسبب التدخل المباشر من التحالف العربي، وسواء كان من المركز سلمان أو الهيئة الكويتية أو الإمارات العربية المتحدة. نحن كثير نحن يعني إذا نحن وجدنا أن المنظمات الدولية في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي، نحن دائما بقبعة الأمم المتحدة نطالب منها دائما باستمرار لإغاثة المناطق المحاصرة، وخاصة بالمناطق التي فعلا تحت سيطرة الحوثي أو وجود طرق آمنة للوصول للإغاثة إليهم، لكن لا نجد. لكن عندما نتحدث نحن عندما الإمارات العربية المتحدة الجناح الإنساني أو الملك سلمان وصلت الإغاثة في عدة مناطق سواء بالإنزال الجوي أو عن طريق البحر أو عملية العمل الإنساني بوصول إلى أعلى يعني أبعد نقطة ممكن احنا نتوقعها بوصول إليها. فنحن بشكل عام هو دورنا فني بشكل أساسي، ونحن نحاول قدر المستطاع من خلال
المحافظين او المنظمات السلطات المحليه في المحافظات ان تقوم بعمليه الاشراف والمتابعه. هكذا هو دورنا بشكل اساسي يعني حسب قرار انشاء اللجنه العليا للغايه. طيب دعني انقل هذه النقاط الى الاستاذ عبد الواحد، لكن قبل الانتقال اليه ارحب بمن تنضم الينا الاستاذه سميه الثورة الناشطه في منظمات المجتمع المدني، لكن اسال السيد عبد الواحد العوبلي الناشط في مجال مكافحه الفساد. سمعنا هذا الطرح او هذا الشرح لاليه عمل اللجنه العليا للاغاثه استاذ جمال، يعني هل تلام هنا اللجنه في ان هناك ارقام كبيره تعلن لكن لا تصل؟ هل عليها لوم في سياق مسألة التعامل مع الوضع الإغاثي والإنساني أو هذا المجال في اليمن؟ أنا لا أعرف أولا عن أي تنسيق بيتكلم الأستاذ جمال، أين هو التنسيق اللي قاموا به؟ كل ما يحدث الآن أنه يجي مانح يتصوروا جنبه ويدخل يوزع زي ما هو عاوز، ما فيش اي تنسيق ولا في اي حاجه، واكبر دليل على كده عدم وجود اي تقارير. انت ذكرت انه ما فيش مع هيئه الاغاثه حتى موقع الكتروني يقول لنا هم ايش بيعملوا، عندهم صفحه في فيسبوك عقيمه فيها البوم صور شخصيه وكان انا اقلب البوم صور عائلي، وليست صفحه هيئه حكوميه معنيه بتقديم مساعدات والاغاثه العاجله للشعب اليمني. فما فيش اي تنسيق حاصل ولا في اي، بدليل انه ما فيش قاعده بيانات لدى الهيئه العليا للاغاثه، فعلى اي اساس تم التنسيق؟ هذا بس سؤال توجهه للاستاذ جمال. غير كذا احنا عندنا المنظمات كلها اللي شغاله كلها بتشتغل مع ناس في الداخل او بتجيب تنفذ مشاريعها بنفسها، عشان كده احنا بنجد احيانا تعارض او ما بيسمى بعض المستفيدين بيتصلوا اكثر من سله غذائيه، يضطر انه يروح يبيع وحده من السلال هذه عشان يحصل بقيمتها فلوس يشتري بقيه احتياجات اخرى من علاج او من اغطيه بسبب الشتاء او مشتقات نفطية. فاين التنسيق اللي بيتكلم عنه الاستاذ جمال؟ ما فيش اي تنسيق خالص وكل واحد بيشتغل من راسه وكل الناس عاملين اجنداتهم الخاصه بيتعاملوا مع رجالهم على الارض وادواتهم على الارض لاغراضهم الخاصه دون اي اعتبار. طيب يعني الان سأنتقل إلى أستاذة سمية ثور، هناك تقطع في صوت يعني من عندك أستاذ عبد الواحد، أهلا بك أستاذة سمية. في الحديث عن مجال المساعدات الإنسانية، حديث دائما يعني متعلق بفساد، متعلق بطبيعة وأجندة كل منظمة وكيف تقوم بهذا الدور، كيف تتابعين هذه المسألة كناشطة في مجال المجتمع المدني؟ أولاً شكراً جزيلاً على الاستضافة. طبعاً ما يتبادر للذهن أولاً في التكلم أو التحدث عن المساعدات الإنسانية من التحالف أو من السعودية أو من الإمارات، يعني لابد أنه لا ننسى أولاً أنه ما وصل به الحال في اليمن هو بسبب الحرب التي اشتركت فيها السعودية والإمارات لإنقاذ اليمن من الانقلاب ودعم الشرعية وإرجاعها إلى الأرض اليمنية. بما أنه هذا لم يحصل، بما أن هذا يعني أخذ هذا السنين 3 سنين إلى الآن أو 4 سنين إلى الآن، والوضع الإنساني في تدهور مستمر لسوء الإدارة، سوء إدارة الحرب، سوء إدارة الاقتصاد، سوء إدارة الملف الإنساني سواء من السعودية أو من التحالف أو من الحكومة اليمنية. فبالتالي التحدث عن المساعدات أو الأرقام اللي تطرح يعني أيضا اعتبرها هزلية، يعني لأنه يعني من المعيب أن تسمى أساسا مساعدات إنسانية اللي تجينا من التحالف. التحالف هو المسؤول الأول والأخير لما يحصل في اليمن، فبالتالي هو ملزم أصلاً وهي من مسؤوليتها الأساسية أنه يساعد الشعب اليمني ويساعد الدولة اليمنية أنها ترجع وأنها تستطيع الحكم. طيب هذا الإلزام، هذا الإلزام عرفي أم قانوني؟ يعني هل نتحدث نحن أن هذا الإلزام يأتي ضمن القانون الدولي الإنساني أم ماذا؟
هذا إلزام قانوني، هذا إلزام قانوني، بما أنها هي المتحكمة في الداخل والخارج لليمن، هي المتحكمة بمطارات اليمن، المتحكمة بميناء الميناء اليمني سواء كان في عدن أو في غيرها. هذا التحكم كله لا يسمح للشرعية ولا يسمح للدولة أنها هي اللي تقرر أو هي اللي تحدد ماذا يدخل ماذا يخرج أو كم. لكن ليس فقط يعني التحالف هو من يعني من يتهم بموضوع المساعدات واستغلالها، هناك أيضا حديث عن دور للحوثيين في إيقاف في منع وصول مساعدات للمستحقين واستخدامها في اقتصادهم أو في لمصلحتهم، وهناك حديث أيضا عن دور المنظمات العاملة أيضا في اليمن. ما هو حجم المسؤولية لهذه الأطراف؟ صحيح صحيح، لكن احنا اليوم بنتكلم عن 18 مليار دولار وصلت لليمن، اين هي؟ اين هذه المليارات كلها؟ يعني عندما تقول انت 18 مليار وبالفم المليان، انا اشتي اشوف نتائج على الارض، اشتي اشوف ناس شبعانه، اشتي اشوف اقتصاد مزدهر في المناطق المحرره، اشتي اشوف الناس عندها الرواتب، الناس النازحين، أين الملاجئ المناسب لهم؟ أين المدارس؟ أين المستوصفات؟ أين العلاجات؟ يعني أنا أتكلم يعني خاصة عن هذا النقطة، عندما أنا أصرح ب 18 مليار دولار، أين هي في الواقع؟ تدهور العملة، يعني هذه كلها نتائج لو كانت صرفت في المكان الصحيح على الأقل، يعني على الأقل في المناطق المحررة. يعني نعم. نشجع طيب. اليمنيين دعينا ننقل هذه النقاط الى الاستاذ جمال بالفقيه، وهو المنسق منسق اللجنه العليا للاغاثه. سمعت ما تفضل به الضيفان الاستاذ عبد الواحد العهبلي وكذلك الاستاذه سميه، كيف تعقب استاذ جمال؟ طبعا بالنسبه للاعمال الانسانيه بشكل عام، وصول الاغاثات في داخل المناطق المحرره، أنا ما أعتقد إحنا الآن كنا في المرحلة الثانية في سبل العيش، يعني لأنما نحن دائما نعول على المناطق التي تحت سيطرة الحوثي الذي تمنع المساعدات بوصولها وتستخدم العمل الإنساني من أجل استعطاف المجتمع الدولي. 80% من العمل الإنساني المساعدات توصل عن طريق ميناء الحديدة، لكن للأسف الشديد أنها لا توصل بالشكل الصحيح. لكن بالنسبة للمناطق المحررة طبعا جميع الشقان احنا نعول عليهم، النظام الدولي قد يكون عملها ليس بشكل كبير داخل المناطق المحررة، توصل جميع الإغاثات بشكل كبير عبر السلطات المحلية، ولا نلاقي أي شكاوي بعدم وصول هذه الإغاثات، وإنما الحجم المأساة كبيرة، وحجم طبعا الحرب التي فرضتها على الشرعية الحوثيين هي اللي جعلت المأساة بشكل أكبر والاحتجاج بشكل أكبر. نحن نبحث نحن كذلك في المستقبل أن تعود الحياة للمناطق المحررة والمناطق اليمن بشكل عام بدعم البنية التحتية ودعم سبل العيش ودعم الشباب في إدخالهم في سوق العمل للتخفيف بشكل مباشر وغير مباشر لإنهاء الفترة الماضية وتعيد الحياة للبلد بشكل أكبر. طيب أنقل هذا الكلام إليك أستاذة سمية وأختم معك بهذا السؤال، أنه في نهاية المطاف 80% من المساعدات كما يقول الأستاذ جمال بالفقيه يتصل عبر ميناء الحديدة، هذا الميناء تسيطر عليه ميليشيات الحوثي. العمل الإنساني عموما الأمم المتحدة إلى الآن لم تنتقل بشكل جيد فيما يتعلق بفتح مكاتب لمنظماتها في المناطق المحررة، إذن لا يمكن لوم الحكومة الشرعية وكذلك التحالف من ورائها باعتبار أن هذه المناطق مسيطر عليها من قبل ميليشيات الحوثي. إذن لماذا بدأنا الحرب طالما إلى اليوم لم تستطع الحكومة السيطرة على موانئها واضطر الشعب أن يأكل هذا المقلب؟ فأنا أعتبر أيضا هذا شيء من الفساد سواء في إدارة الحرب أو في إدارة الملف الإنساني. يعني أنت تتكلم عن مبالغ هائلة، يعني لا يمكن لدولة بحجم السعودية ولدولة الإمارات وللحكومة اللي هي عارفة بتضاريس اليمن أنها لا تستطيع بهذه الأموال أن يعني تتصرف بشكل مسؤول وإيصال هذه المساعدات إلى بالذات إلى أهل الحديدة الذي هم الآن يعني أطفالهم يموتون جوع، كل يوم يموت
عدد كبير من الأطفال. نعم. طيب فيما يتعلق بدور المجتمع المدني الآن في عملية الرقابة على هذه المساعدات، هل تنشر تقارير واضحة وشفافة حول من منظمات المجتمع المدني حول أداء الجهات المتنوعة سواء الحكومة، التحالف إلى آخره من المنظمات فيما يتعلق بالملف الإغاثي الإنساني تحديدا؟ يعني أكثر قرأت أكثر من تقرير لمركز الملك سلمان، عندهم تقارير واضحة، وهو مثل ما ذكر الأخ سابقا هي مليون و600 مليار أو مليار و659 مليون مليار و600 بالضبط، يعني مبلغ واضح، لكن يقول لك أحيانا في 7 مليار وصلت ليد الحكومة. طيب الحكومة ما سمعناها تكلمت عن هذه المبالغ، أو أين ذهبت هذه المبالغ؟ يعني في مبالغ فعلا لا أحد يدري أين تصل بالضبط. يعني إحنا للأسف مثل ما ذكر أيضا الأخ عبد الواحد، أصبح موضوع الملف الإنساني إما يعني ملف للضغط السياسي مثل ما يحدث الآن في الحديدة، أو ملف للاستفادة المالية أو البروباغندا لمنظمة كذا ومنظمة كذا. أنا حضرت لأكثر من منظمة وسمعتهم في أرض الواقع، يعني لا ما عندهم حتى مكتب في اليمن ويستخدموا هذه المساعدات ويستفيدوا منها. أين تذهب؟ للأسف الشعب اليمني هو الوحيد الخسران في الموضوع هذا كله. أشكرك أستاذة سمية الثور الناشطة في منظمة المجتمع المدني، كنت معنا عبر السكايب من ألمانيا. بالعودة إليك أستاذ عبد الواحد، يعني سياق الحديث عن مجال المنظمات فيه الكثير من النقاط وكثير من الإشكالات والكثير من الفاعلين، جهات دولية، منظمات محلية، شركاء محليين، لكن في نهاية المطاف الشعب اليمني يبدو أنه لا تصل إليه إلا نسبة قليلة. ما هي أبرز يعني الحلول التي يمكن العمل وفقا لها لتفادي هذه الإشكالية وتحقيق نسبة استفادة أكبر لدى الناس المحتاجين؟ خليني بس أعقب على كلام الأستاذ جمال بعجل. لما قال 80% من المساعدات التي تصل إلى اليمن تصل عبر ميناء الحديدة، هذا الكلام لا يبرئ الحكومة الشرعية ولا اللجنة العليا للإغاثة، هذا الكلام يدينهم وعلى العكس يظهر تقصيرهم. ليش مش جاية ليش الإغاثة ما بتدخلش من ميناء عدن مثلا ويتم توزيعها وفقا للسياسة التي تم رسمها وفقا للتنسيق اللي هم بيدعوا أنهم نسقوه طيب. دعني أسمع وجهة رأي يعني رأي الأستاذ جمال في هذه النقطة، لماذا لا تمكن الحكومة واللجنة العليا للإغاثة من موانئ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية حتى تسهل عملية الإغاثة بالنسبة للمستهدفين هناك أستاذ جمال؟ طبعا نحن عندما نحن بالنسبة يجب أن جميع الموانئ سواء كان مواني المطارات يجب أن تكون بيد الشرعية حسب قرار مجلس الأمن وحسب الحرب اللي قامت لإعادة جميع الأراضي اليمنية إلى الشرعية. لكن نحن بالنسبة عندما نتحدث على 22 ممر جاهز لعملية الاستلام الغاثات سواء كان ميناء بحري أو ميناء بري أو مطارات أو ثلاث مطارات معروفة، إلى جانب ميناء جيزان الذي أصبح خاص للإغاثة، ممكن من خلال هذه المواني ومن خلال حوالي نحن إعلاننا بخمسة مراكز إغاثية أن لا مركزية في العمل الإنساني والإغاثي، أن ممكن تستفيد منها المنظمة الدولية بإيصال المساعدات بشكل أوسع وأفضل بشكل كبير لجميع المحافظات التي هي تحت محاصرة الحوثيين. لكن إصرار المنظمات الدولية أن تستخدم ميناء الحليل فقط كأنه كمينة وحيد اللي ممكن توصل إليه المساعدات، هنا الإشكالية. طيب. إذن الأمم المتحدة هي التي تصر حسب قول الأستاذ جمال، حسب قول الأستاذ جمال هي الأمم المتحدة التي تصر. أستاذ عبد الواحد، ضع في هذا الاعتبار يعني ما قاله الأستاذ جمال، وكذا سؤالي، ما الممكن أن يحدث لتسهيل وصول أكبر للمساعدات للمستهدفين حتى أختم بهذه النقطة؟ هو احنا محتاجين لازم الحكومه تشوف لها حل مع المنظمات الاجنبيه انه الفلوس كلها تدخل داخل بوتقه ماليه واحده بحيث انه يتم السيطره عليها ويتم تقسيمها وفقا للاحتياجات وفقا للسياسات المرسومه من قبل الحكومه. ولازم الحكومه تامن، يعني معلش عشان نكون صريحين، يعني الحكومه غير قادره على تامين ميناء عدن او الطريق من عدن الى مناطق الخاضع على الانقلاب لتوزيع المساعدات. وعشان برضو نكون واضحين،
المنظمات الأجنبية والأمم المتحدة من ضمنها تجد راحة أكثر وانسيابية أكثر بالتعامل مع الحوثيين، خصوصا إنهم يعني الموضوع مع الحوثيين أكثر مربح أكثر وذو فائدة أكثر. يعني أنا ممكن بس أذكر مثال بسيط قبل ما نخرج، إنه الآن هو عصر ازدهار المنظمات الأجنبية، وأصبحت وتوسعت أعمالهم واستقطبوا كثير من الخبرات الأجانب، لدرجة أن الخبير الأجنبي الواحد يستلم ما لا يقل عن 700 إلى مليون دولار سنويا، ما بين مستحقات يعني هناك اقتصاد وبدلات. ومصالح لهذه هذا المنظمات الوضع تزداد. كله، نعم، نعم، بنصف هذا دقيقة أستاذ عبد الكلام الواحد لازم أو يحله أقل. الحكومة اليمينية. نعم، الحكومة اليمينية تضع له طاقة واحدة وتحل الموضوع هذا مع المنظمات الأجنبية لضمان استفادة الشعب اليمني من هذه المساعدات. أشكرك أستاذ عبد الواحد العوبلي الناشط في مجال مكافحة الفساد، كنت معنا عبر سكايب من ماليزيا، وكذا الشكر موصول لك أستاذ جمال بالفقيه منسق اللجنة العليا للإغاثة، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من عدن، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، في أمان الله.